يندرج اللقاء التنظيمي للمجلس الجهوي للجامعة الحرة للتعليم جهة الرباط سلا قنيطرة في إطار الدينامية التنظيمية التي انطلقت بالجامعة الحرة للتعليم منذ المؤتمر العاشر للجامعة الحرة للتعليم، وتهدفه إلى إعطاء حركية جديدة بكل دواليب التنظيمية بالجامعة الحرة للتعليم على مستوى الأقاليم والجهات، وبالتالي نعتبر هذه المحطة أيضا المسائلة التنظيمية وأيضا الالتفاف حول الملف المطلبي الشمولي للأسرة التعليمية الذي تبلوره بالمجلس الوطني ويتم إرسائه على مستوى الجهات والأقاليم، وهي محطة للاستعداد لمحطات النضالية المقبلة في خلال خوض الجامعة الحرة للتعليم أشكال احتجاجية بدءا من المشاركة المكثفة بالمسيرة الوطنية لأسس الغد، وأيضا المشاركة بالوقفة التضامنية ليوم الاثنين 21 مارس أمام وزارة التربية الوطنية ردا على الاستهتار الحكومي للمطالب العادلة المشروعة على الأسرة التعليمية، وأيضا تضامنا مع ملف أسس الغد الذي نعتبره لا ينفصل عن ملف الأسرة التعليمية. شكرا.